وصلي وسلم وزد وبارك على محمد وآل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في كلمة هي رسالة من السماء إلى الأرض بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم كررت على لسان النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر للتأكيد على معنى يتقوى الإسلام والانتماء إلى هذا الدين العظيم، يتقوى به، وذلك في حادثة معبرة جدا كأنها تعبر عن تواطؤ بين السماء والأرض، تواطؤ بين الوحي وواسطة الوحي وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لتجذير المعنى في الحياة الدينية لسائر المنتمين إلى هذا الدين العظيم، وذلك في حادثة براءة لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، تواطؤ بين السماء والأرض. في البداية شخص آخر يتحرك للقيام بهذه المهمة وهي تبليغ سورة براءة. ليش ما نزل هذا النداء من البداية وانتهى الموضوع؟ ليش مو من البداية نزل هذا الأمر أن قدم عليا ليبلغ براءه؟ من البداية ما نحتاج بعد إلى هذه إلى هذا الفيلم. لا بد أن يحصل هذا حتى يدفع الوهم تواطؤ بين السماء والأرض. أولا يتقدم آخر، ثم بعد ما يتحرك ويصل إلى مسجد الشجرة أبي عرحلي، طيب ينزل جبرائيل من السماء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل: يا علي يا محمد لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. ليش مو من البداية نزل قبل ما أحد بلغ سورة براءة ولا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، ويروح الإمام علي بأن الشيء ما حصل؟ لا بد أن يحصل هذا الفيلم، في تواطؤ بين السماء لازم يصير هذا الأمر. ليش؟ لإظهار معنى. يعني لاحظوا مثلا في قضية الزهراء سلام الله عليها، النبي صلى الله عليه وآله يسأل: ما هو خير للمرأة؟ ما هو خير للمرأة؟ مثلا وكل واحد يجاوب من الصحابة، كل واحد يجاوب، حتى الإمام علي جاوب، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لي صور، حتى الإمام علي جاوب والرسول يقول لا. ثم الإمام علي يقوم ويدخل بيت فاطمة ويسأل فاطمة، تواطؤ بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين علي السلام.
طيب ليش مو من البداية يسأل هذا السؤال يقول لي يا علي روح لفاطمة واسألها ما هو خير للمرأة وتجاوب انتهى الموضوع. لا لازم فيلم لازم فيلم حتى الإمام علي جاوب على الإمام علي فاطمة سألنا رسول الله هذا السؤال فقالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال طبعا بالمحتوم معلوم وأنه ما يشوف على خيالها ولا مو هذا المقصود يعني بالمعنى الشرعي أن لا ترى منه الأمور المحرمة ولا يرى منها الأمور المحرمة. طيب ثم يذهب الإمام علي إلى رسول الله أمام الصحابة كلهم ويقول خير للمرأة أول شيء أول ما يتكلم يقول شكل خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال فيقول له من قال هذا فيقول فاطمة فيقول أشهد أن فاطمة وضعت المرأة. هذا فيلم والتواطؤ أيضا هناك تواطؤ في براءة بين السماء والأرض بين الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يروح واحد بعدين ينزل جبريل يا محمد لا يؤدي عن إلا أن أو رجل واحد بمنزلة يعني كل العمل الذي يقوم به كأنك أنت تقوم به وإن كان هناك اختلاف رتبة يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله أعلى رتبة من عليين إنما أنا عبد من عبيد يقول صلى الله يقول أمير المؤمنين سلام الله تصور إذا إحنا الآن نظرنا إلى عظمة الإمام علي شئت نوقع نقف أمامها بخشوع إذا تكلم عن النبي قل إنما أنا عبد من عبيد محمد إذا كيف يكون محمد صلى الله عليه وآله ولهذا ما يعرف النبي إلا علي ترى ما يعرف النبي معرفته وإذا أردنا أن نعرف من هو النبي لا يعرفني إلا الله المعرفة الحقيقية لرسول الله اللي الإمام علي يقول إنما أنا عبد من عبيد الشاهد تواطؤ بين الاثنين ثم النبي صلى الله عليه وآله يستدعيه ويقول له لا يؤدي عني إلا أنا أو يقول إلى عفوا يقول الإمام علي روح يقول له يرجع وقل له قال رسول الله لا يؤدي عني إلا أنا ورجل مني صور هذا رجل مني شنو معناه ومو هو لو الزهراء قالت يمكن أن يقول امرأة مني مثل ما قال بضعة مني لأنه أبوها وهي من لكن النبي ليس أبدا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم معناك يقول مني رجل مني رجل مني مو معناه أنه من مثلا من جسمي أنا كالزهراء سلام الله القرآن عبر عنه النفس هذا تواطؤ هذا يجعلنا نحن ننظر إلى المقطع ما أقول عليكم أختم يجعلنا نحن نصر على الإمام وهنا قد تحصل شبهة عند بعض المسلمين أنه ليش الشيعة يركزون على علي أكثر مما يركزوا على رسول الله صلى الله عليه وآله دائما علي وعلي 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 ما نراهم يقولون ذلك عن النبي محمد 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 علي 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 ليش دائما علي 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 هذا بعض الأحيان أولا فهم في التصوير لكن هو صحيح لكن ليش هذا الإصرار والتأكيد أولا لأن ما في اختلاف حول شخص النبي بس أخو اختلاف حول شخص ولذلك يلزم التأكيد على منطقة الاختلاف حتى لا تضيع الشيء الثاني وأختم بالكلمة لأن لا منهج ولا طريقة لمحمد إلا علي ما في طريق ثاني احنا ليش نصر دائما نقول علي 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 حتى لا يصير توهم ان هناك طريق اخر الى نبينا صلى الله عليه وسلم طريق علي ما في طريق ولان حصل في وسط المسلمين طرق متعدده الى النبي كان لا بد من الاصرار على هذا الطريق لا بد من الاصرار على علي ليش التاكيد على المنهج العلوي الذي يؤدي الى المنهج كما يقولون تكثرون من الحديث عن علي أكثر مما تتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقل لأنها منطقة اختلاف ولا بد من تأكيد عليه الشيء الثاني لأن هناك ضرورة للتأكيد على منهج علي لأن لا يمكن أن نعرف محمد ودين
هذا عن طريق امير المؤمنين سلام الله عليه، فانهما لن يفترقا حتى يردا عليها الحوض، اما سائر المناهج قد تفترق على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نريد الطريق الذي لا يفترق، وهو طريق علي سلام الله عليه، لا يؤدي عنك الا انت او رجل منه، لا يؤدي عني الا انا او رجل مني. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم. تقول سلام الله عليها: